السؤال الثاني العملية الجميلة صح؟ أنا مشي ضد العملية الجميلة لكن أنا ما درتش حقيقة ما درت شي حاجة كان بجمال روحي لكن لست ضد الجميلة لأنه المرأة محدود لها تدير ماكياج في أي حاجة هذا كيبقى على المرأة هي كتعرف لي وأي وحدة قرارها يعني تدير ما تديرش كيبقى باش تكون هي جميلة وتكون تكون في مستوى اللي هو كيليق بها ومستوى اللي هو كيقنعها لماذا علاش أنا مش با كونتخ مي أنا ما درتوش. وبالنسبة للسؤال الثالث سيدي لا مازال ان شاء الله مازال شويه لانه كنشوف راسي قادره نحقق ذاتي بزاف ديال الانماط فلما لا ان شاء الله يجي وقت ان شاء الله غادي نقول عليه.